سلام خوتي، فيديو تاع اليوم هي اغرانطيطه كاع يحبوها، يعني سهله وبنينه. واش نسحقوا؟ عندنا زوج ريتلات ما، ثلاثه حبات بيض، ثلاثه كيسان اغرانطيطه. انا استعملت الكاس هذا اللي راهو فيه الزيت، درت منه ثلاثه كيسان تاع غرانطيطة. في الميزان يعطينا نص كيلو، يعني 500 غرام. ملح، فلفل كحل، كمون، وعندنا الهريسة. الهريسة راح نديرو طريقة تجيب لينا مع الغرانطيطة بزاف. عندنا 3 كيلات تاع غرانطيطة في هاد الكاس. هامليك عندنا 3 كيلات راني درتهم هنا، نحطهم في البول تاعي هكذايا، ولا فاش راني حايب نخلط. ندير لهم شويه ملح، شويه فلفل كحل، ونديرو الكمون. كما قلت لكم الكمون نديرو شويه زياده، تحب الكمون هكذايا، ونخلطوهم مليح هكذايا، ونخلطوهم كاع مليح. هاذيك نخلطوهم مليح. دوكا نحطو كي درنا 3 كيلات عندنا كاس زيت هكذايا، نديروه لداخل، نفرغوه لداخل هكذا مع الكرانطيطة تاعنا، ونزيدو نخلطوها مليح هكذا. الكرانطيطة السر تاعها واشنو؟ قد ما تتخلط مليح قد ما تطلع عنا طوب هكذا. نخلطوها هايلي كيفاش تولي. دوكا واش نديرو هكذا كي خلطناها مليح؟ نديرو لها 3 حبات بيض هكذا، 3 حبات بيض، ونزيدو نخلطوها مليح. هاي ليك نخلطوها مليح. هاد المرحلة لازم تتخلط مليح الكرانطيطة تاعنا. هكذا دوكا عندنا زوج ريتلات ما، نبداو نفرغوا الماء بالعقل، ما نفرغوش كاع على ضربه. هايلك نفرغ شويه ونخلط، نبدا نخلط الكرانطيطه تاعي هكذا. نبدا نمشي كاع الكرانطيطه تاعي ونبدا نخلط، نمشي كاع الميكس هذا كيف كيف. ونخلط مليح كما قلت لكم، كرانطيطة لازم نخلطوها مليح هكذا. نقعدو نخلطو فيها، نمشي كاع هاديك الكرانطيطة تاعي، ونقعد نزيد لها في الماء هكذا بالعقل ونخلط. هاي ليك ندير الماء بالعقل ونخلط. كما قلنا عندنا زوج ريتلات ماء، نخلطوها مليح هكذا، ديروا الماء بالعقل ونخلط. كيف كيف نطاقيو صحابنا، بارطاجيو اللايف هكذا. نقعدو نخلطو فيها مليح، هكذا رانا درنا كاع الماء تاعنا. دوكا نخلوها تتخلط مليح. قد ما نخلطوها قد ما الكرانطيطة تاعنا تطلع طوب. انا دوكا واش ندير؟ ندوق على الملح. هايلي قبل ما نديرها ندوقها على الملح. راهي طوب، نقدروا نزيدوا لها شويه ملح هكذا، ندوقوها مع الاخر، ونزيد لها شويه كمون، ونزيد نخلطها مليح هكذايا. دوكا انا كي خلطتها هكذا مليح واش موالف ندير؟ شوفوا هايلي نحكم البلاندر تاع اليد، ونزيد نرحيها مليح هكذا في البلاندر.
نقلها شويه للبلاندر هكذا. وهيك الكرانطيطه تاعي راهي واجده. بلا ما نديرو والو في السليوة نحطو غير الكرانطيطة تاعنا هكايا. دوكا كي حطيت الكرانطيطة تاعي واش ندير؟ ندير تلت مغارف زيت من الفوق هكايا. شوفو معايا ندير تلت مغارف زيت من الفوق هايليك نديرها غير من الفوق. ندير لي لاكولور من الفوق ونزيد نخليها نطيبها مليح حتى تولي لي على هاد الشكل. ماشي لازم نحرقوها بزاف من الفوق الكرانطيطة، ما لازمش نطيبوها بزاف باش تقعد لنا طرية، مام كي تبرد تقعد لنا طرية. هايدي كيفاش تخرج الكرانطيطة تاعنا بعد ما طابت. دوكا نروحو نحضرو معاكم الهريسة. نديرها في البول هكدا، كيفاش تولي كي تولي. دوكا نروحو نحضرو معاكم ساندويتش، وهكدا نديرو معاكم كاسكروط على كل حال كاع معاكم نديرو كاسكروطات. هاديك الخبز نديرولو شوية هريسة، كاين لي ما يحبهاش بالهريسة نديرو شوية هريسة ونبداو نحطو الكرانطيطة تاعنا. كاين لي يحبها هكدا سخونة غير تخرج، وكاين لي يحبها كي تبرد. كل واحد كيفاش يحب الكرانطيطة ديالو. وهاوليك الفيديو تاعنا تاع اليوم خاوتي، ربي يحفظكم ربي يطول في عمركم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. ونقول لك راكي الشاف في دار.